عندما نتحدث عن خزانه القرويين فاننا بالتاكيد نتحدث عن واحده من اهم واقدم الخزانات في العالم العربي الاسلامي، من اقدم خزانات بالنظر الى تاريخ التاسيس الذي يعود الى القرن الرابع عشر وبالضبط سنه 750 للهجره، وكان السلطان ابو عنان المرين هو اول من اسس هذه الخزانه. وميزه خزانه القرويين انه منذ تاسيسها في القرن الرابع عشر بقيت مفتوحه مؤديه لرسالتها الى يوم هذا. والفضل يعود في استمرارية هذه الخزانة في أداء مهامها إلى العناية التي يوليها سلاطين الدولة المغربية لهذه المعلمة، فكلما دعت الضرورة إلى تدخل ما أو ترميمات أو إصلاحات فسلاطين الدولة كانوا دائما يولوها اهتمام خاص ولا يترددون في ترميمها وإصلاحها بل وتوسعتها. فالخزانة مرت تقريبا عبر ثلاث مراحل مهمة، مرحلة تأسيس عهد المارينيين، ثم جاء السعديون بعد ذلك فأضافوا جناح آخر يسمى بجناح السعديين، وفي القرن العشرين جاء المغفور له محمد الخامس فبنى جناح العلويين. مثلا هذه علاش دايرين هاد الدوكا؟ الذهب تجي هنا ولا كاي جل المخطوطات المحفوظة في خزانة القرويين هي في الأصل كانت في ملك سلاطين الدولة المغربية، وكانوا يحبسون هذه الكتب، وهذا دليل آخر على أهمية هذه الكتب، لا على صحتها ولا على يعني قيمتها العلمية والتاريخية. وقلنا أيضا أن هذه الخزانة من أهم الخزانات بالنظر إلى الرصيد من المخطوطات المحفوظ في هذه الخزانة والذي يتميز بالندرة، وفي بعض الأحيان قد لا نجد بعض العناوين إلا في هذه الخزانة، وهناك بعض النسخ فريدة من نوعها، مثلا نسخة ابن طفيل الأجهزة الطبية وهي نسخة وحيدة في العالم وهي محفوظة في خزانة القرويين تعود إلى القرن الثاني عشر. هناك أيضا مخطوط لابن خلدون وهو من أصح المخطوطات في الموجودة حاليا، بالنظر إلى أن النسخة الموجودة في خزانة القرويين تحمل توقيع ابن خلدون بخط يده،
والشيء الذي ساعد هذه المخطوطة أنها تصنف من طرف اليونسكو كتراث عالمي. العالم. ديالاش؟ ديال بنو طفيل. وحيدة اللي كاينة في العالم. منظومة رجزية في علم الطب.